الحاضر في مجريات هذا اللقاء راح تشعل المباراة. كلا الطرفين ما راح يهدى في مجريات اللقاء. راح نشوف الأداء الكبير الرفيع من الأبطال، وأنا أقول يا أبطال عليكم بالمواصلة، عليكم بالمواصلة. حارس المرمى يتألق في مرماه، الكرة تلعب، فريق المحافظة يريد التعديل، فريق حمزة يريد المحافظة. بيننا وبينك نحن حائرون، ومن سوف يكون حافظ كأس البطولة؟ الكرة تلعب هنا في يد اللحظات، خلونا مع هذه الكرة، لكن عليكم المحافظة إذا ما أردتم يا فريق حمزة، وإذا ما أردتم يا فريق المحافظة عليكم بالتعديل. الله 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 الله، با 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 فريق حمزة، خبر حمزة، شو الخبر حمزة؟ رباعية حاضرة لفريق حمزة، مشجعينا في هذه اللحظات. لكن الكلام لفريق المحاسنة، لا تفقد الامل، لا زال يوجد امل في مجريات اللقاء. هذه رسالتي لفريق المحاسنة. نعم الخطا الحاضر، الموقع خطير، الموقع خطير، من موقع خطير الواقع الان. هل هي الشرارة يا احمد؟ هل هي الشرارة؟ هل هي العودة ربما للتقليص؟ لكن الحارس البشري هذا حمزة خلصها الكرة الى مدى جانبية. نعم ملاعب ونحن في هذه البطولة. ماذا نقول للمحبين للعاشقين لكرة القدم؟ حقيقة أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المحفل الكبير. حقيقة احتضان هذه المباريات واحتضان هذا البطولة، نعم خلق روح تنافس، روح تنافس بين هذول الأبطال اللي يتواجدون. نعم نحتاج هذه البطولة. خلوهم يبتعدوا، وأكيد على الإلكترونيات هذه اللي أكيد ربما يكون البعض، ما نقول الكل، البعض ممكن يكون يصل إلى مرحلة إنه ما يقدر يستغنى عن الجهاز الإلكتروني، لكن هذه كرة القدم، هذه كرة القدم يا أبطال في السنوات السابقة ما يخلو حي من وجود ملعب، لا يخلو حي من أكيد حتى بيت بيوت نلعب كورة، نعم كرة القدم يجمع، نعم كرة القدم هي أهداف تجمع صداقات، تتعرف على الناس يا أبطال. نعم كرة القدم هي تقرب الجميع. نعم في هذا المحفل اكيد هذا المحفل الذي نتواجد فيه الابحار، ونقول جاسم يعرفها في البطولات، هذا طول صغار كبار طيب الاعمار، انا حاضر في بطولات خيريه، انا حاضر، واعطينا وخلينا نلف العجلة، العجلة اللي هذه هي العجلة الموجودة داخل أرضية الملعب. هذه الكرة خطيرة، الله على هذه الكرة اللي مرت ضربة مرمى لصالح فريق المحاسن. الله 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 الله،
سبع ونص. راح يسحل الامور. شوف 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 الحماس اللي رجع الان لطرف فرق المحافظه. الان ينتعشون ويقولون ويتنفس السعداء ويريدون التعديل. هل يعودون؟ الشاكلة
الملعب الآن أعزائنا متابعينا أصبحت النتيجة سداسية حاضرة لصالح فريق حمزة. هناك على مقال الجاف وانا اهدى على الجاف حمزة يصير خالة الحكام عباس زويل المعروف الذي لا يعرف عباس الذي تواجد معانا في جزيرة كارون. الحافلة تلعب الكرة الى عباس حارس المرمى. في هذه اللحظات اصبحت النتيجة 6-3. في هذه اللحظات الضربة المرمى. ضربة مرمى تلعب لكن الى خارج الارضية. والكأس والمدى والميادين ومدياليات حضرت الآن. الكأس أتى والميدالية أتى وفي هذه اللحظات الرمية الجانبية رمية جانبية هذا ابن المرهوب لكن فيها اسقاط هذه الكرة لا نيابة عن اللجنة المنظمة. نرحب بالجميع بمن يتواجد كبار صغار بمن يتواجد داخل المستطيل الاخضر. نرحب بالجميع وهي بطولة الجميع في البحاري في جمعية التنمية في البحاري. نعم نرحب بمن يتواجد معنا في هذا البطولة. هذه الكرة خطرة ممكن لكن الكرة طالت إلى ومع أصابع الحكم اللقاء معلن فوز فريق حمزة بالمباراة الختامية. نعم ألف ألف مبروك لفريق حمزة وهارتك لفريق المحافظ. مبروك الفوز حمزة. إلى من تهدي هذا الفوز؟ فريقه والله هم اللي بدعوا. فريقك هذا أول بطولة تدخلوها؟ إيه. أول بطولة كيف صار؟ هذا وش اسم فريقك؟ أنا أول مرة أسمع. البحاري؟ فريق البحاري. من هم دول اللي وياك؟ أنا ما أعرفهم. حيدر من ده. والثاني ده زيد هذا الحارس. محمد زيد. من هو نجم المباراة اليوم بالنسبة لك؟ والهداف والهادي مباراة واحدة بس البطولة ايه؟ تحدي يعني هم فزعنا 4-0 ذيك المرة احنا قلبنا يعني ذهاب وإياب 4-0 اللي راحت وهذه كم انتهت؟ كم هذه انتهت؟ 7؟ ايه 7 كم؟ 4 مبروك الفوز يا الله الحين استلم. لا ابو علوي على طول كلم صور من اهلا الاستاذ. ايه الجمال ده ما نشوفك تولات الحين ما تجيبها لحيدر ما اشوفك تعطي حيدر. ابو محمد ابو علي اليوم يقول لي ولدي هذا بيت سويد. قلت له بيت ابو علي والى الحين ما شفنا الشاي. وايش اخبارك ابو علي؟ ما يمدينا يلا أدوة وش هالحالة؟ يعني نقلب أدوة هارد لكم يلا. يلا فايزين 4-0 المرة اللي راحت. يلا تفضلوا. لحظة
يتقدم في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي إن شاء الله تكريمنا لهذا اليوم مع حكم المباراة الختامية الأستاذ ماجد المويس. تفضل حيوا شباب، حيوا هشام، حيوا أبطال. ما إلي شي، بس يسلم عليكم، بس يسلم إلي الكورة. سيد وش له؟ ميدالية، ميدالية، الميدالية أبو محمد، ميدالية إليه، لبسة واحدة. إيه أبطال بطولة 2013 سيد محمد الزيداني، سيد عباس الزيداني، سيد سوبر الزيداني. لبسه يا حسن، لبسه، سيد لبسته. محمد باقر الزيداني. هذا الشقي، تفضل. هذا الشقي، يلا اطلع، يلا اطلع، يلا يلا ميداليات، يلا حيوم يا طارق، حيوم حيوم سالم، حيوم يا طارق سالم. واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا. ما اسمع نعم. أما الآن مع صاحب المركز الثاني لهذه البطولة فريق المحاكمة، حيوم السؤال شباب. تفضل شباب، تفضل تفضل السؤال. يا يطلع هاجلك، هاجلك لفريق المحاكمة اللي كان قريب من حصد كأس البطولة لهذا اليوم، ونقول لهم بإذن الله في المحفل القادم في هذه البطولة وفي كل البطولات إن شاء الله تكونوا أفضل بإذن الله. استاذ استاذ هاجلك يا أبطال، هاجلك. تعالوا هني، تعالوا أبو علي حسين درويش، تعال خذ لك ميدالية. أما الآن وصلنا إلى اللحظة الختامية لصاحب المركز الأول لهذه البطولة، احترام فرض واجب من الجميع، بيرقة وسط لبحاري رفرفة، والبطولة كانت لفريق حمدة. تفضل حيوم يا شباب، حيوم حيوم. ألف ألف مبروك لفريق حمزة اللي تألق خلال هذه البطولة، وهذا البطولة ابتسمت لفريق حمزة، ونقول لفريق المحاسنة لا تزعل يا أبطال، إن شاء الله تحصد البطولة القادمة بإذن الله. يسأل فريق حمزة اللي حصل على وهداف البطولة حسن السكر لاعب فريق المحاسنة. يتفضل يلا حسن، قلت يا عزيزي يلا اركب فوق الطاولة، اركب فوق الطاولة ابن الناس، تعالوا تعالوا يلا. اركب عشان مصيرهم يلا يا اسطى، سموا يا اسطى، يلا صور صور، خلوا حمزة يبين، ما يشوف، ما تشوف حمزة، ما تشوفه، خلوا يركب فوق الطاولة. وصلت صفقة 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 صفقة. حيوه 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 يا اسطى، حيوه. يلا الكابتن حسن الصفار، حسن العامة هداف البطولة من أول سنة، حسن إسلام أفضل واحد حصل على هذه البطولة، أو أفضل واحد في البطولة مشترى المكان إسلام، أفضل لاعب في البطولة، أفضل لاعب، أفضل لاعب، أصغر لاعب، أصغر أصغر لاعب في البطولة اللاعب حسن المرعي.
سيد احمد المرعي افضل لاعب في هذه البطوله سيد احمد. تعال دهننا في مكبتنا. سيد كمال يتقدم الان محدثكم مؤتمر هام معلم البصورة عدل خلهم من جديد. يلا خليهم يوقفوا. تعال حمد كف فوق عشان صورة عدل. سيد كمال كف فوق. تعال صورة عدل سجار كف فوق. ما فيها شيء ترى. روح حمد جماعية جماعية. انت روح ياهم بعد جماعية ان شاء الله بعد ما يصير برتبهم. تحيي الكابتن صورة بالعمل. يلا روح وياهم سيد بعد. يلا روح وياهم. بس خليهم. يلا قعدوا كلكم تعال يلا قعدوا وين ودي حياص خليك تستاهل انتم خليته يروح